Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبت وطلبات الصف الثاني الى الاعدادي. اهلا بكم مره ثانيه مع جرامر الوحده التاسعه. وجرامر الوحده التاسعه في الدرس الاول والثاني بيكلم لي عن how to express ability in the present. ازاي اعبر عن القدره والاستطاعه في المضارع. ومديني هنا 3 ways by which I can express ability. مديني 3 طرق من خلالهم بقدر اعبر عن الاستطاعة. هنبدأ بأول ما حبايبي وهو كلمة كان، ودي أشهر مشهور في الاستطاعة. قال لي لما أجي أعبر عن الاستطاعة بستخدم كلمة كان، وكان شكل ما احنا عارفين معناها يستطيع. كان معناها يستطيع، ودي من المودال فيربس يعني من الأفعال الناقصة، وكان لازم يجي وراها فعل في المصدر بدون أي إضافة. وده مش حال كان بس، ده حال أي فعل ناقص دايما بيجي وراه مصدر. فأول ما أشوف كان هعرف إن اللي هيجي وراها هو إنفينيتيف، يعني فعل في المصدر بدون إضافة. قال لي طب النفي بتاع كان، قال لي كانت، كانت معناها لا يستطيع، وبرضو اكيد هيجي وراها انفينيتيف يعني فعل في المصدر بدون اي اضافه. فلما اجي اقول لك I can write or riding a horse، يعني انا استطيع ان اركب حصان، اقول لك choose اختار. طبعا هنا اكيد لازم هتقول لي I can ride a horse. اقول لك ليه مش رايدنج؟ هتقول لي لان كان بيجي وراها مصدر الفعل، يبقى تاني هقول اي كان رايد ا هورس. يعني ما ينفعش اقول اي كان رايدنج ا هورس؟ هقول لك لا. طب ما ينفعش اقول اي كان رايد ذا هورس؟ هتقول لي لا برضه. طب رود؟ هتقول لي لا. ليه؟ هتقول لي لان كان بيجي وراها الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر. لو جيت قلت لك انفي لي الجمله دي اكيد هتحول كان لكان، فبالتالي هقول اي كانت رايد ا هورس. ثاني I can ride a horse يعني انا لا استطيع ان اركب حصان. واحنا قلنا حبايبي النيتيفز لما يجي ينطقوا كان وكانت ما بينطقوش التي، ولكن هو الفرق بينهم ان تبص تلاقي لما يجي ينطق كان تلاقي شورت فاول يعني صوت قصير هو تشا، فيخليها كان كان، فيقول لك I can ride a bike I can ride a bike. اما لما يجي ينطق كانت فتلاقيه بيطول فيها شويه يعني بيبقى لونج فاول، فيقول لك I can ride a bike I can ride a bike. يبقى إذا يا حبايبي كان معناها يستطيع وكانت معناها لا يستطيع. لازم نفهم إن كان وكانت بيجي وراها فعل في المصدر. طيب قال لي عند كويستشن في السؤال، قال لي بلاقي إن كان لما تيجي في أول السؤال بيبقى معناها هل يستطيع. ومن هنا التركيبة بتاعت السؤال كده كان، وبعد كده بيجي لي السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد الفاعل بيجي لي الانفينيتيف يعني الفعل اللي في المصدر، دي معناها هل يستطيع. يعني لما أجي أقول لك كان You ride a bike. Can you ride a bike؟ معناها هل تستطيع أن تركب الدراجة؟ والله لو أنا بعرف أركب الدراجة طبعًا أكيد هجاوب بيس وأقول Yes I can. طب والله لو أنا ما بعرفش أكيد هقول No I can't. تاني No I can't يعني لا أنا ما بعرفش. يبقى إذا كان لو جيت في أول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليها Yes or No. طيب قال لي العكس بالعكس، يعني ايه العكس بالعكس يا مستر؟ قال لي معناها ان لو الاجابه بيس ونو وانا لقيت كان لازم ابدا بكان دي. فور اكزامبل على سبيل المثال لو جيت قلت لك نو اي كانت رايد ا بايك، لا انا ما بعرفش اركب دراجه. قلت لك يلا اعمل لي سؤال، هتقول لي مستر الاجابه هنا بنو معناها ان انا هبدا بالفعل المساعد بتاعي اللي هو كان بس هشيل منه نقط. فاذا هقول كان واي طبعا في السؤال هتطلع يو، يبقى كان يو رايد ا بايك. تاني كان يو رايد ا بايك يعني هل تستطيع ان تركب دراجه؟ تاني كان يو رايد ا بايك يعني هل تستطيع ان تركب دراجه؟ يبقى اذا كان لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس نو. كذلك كان هي اللي بتيجي ورا اداه الاستفهام، يعني لو انا عندي سؤال بيبدا باداه استفهام هلاقي الكويستشن وورد يعني اداه الاستفهام هيجي وراها the word can، وبعد كده بيجي لي السبجكت اللي هو الفاعل، وبعد كده بيجي لي الانفينيتيف يعني الفعل اللي في المصدر. فور اكزامبل على سبيل المثال لما يجي يقول لي what can you do؟ what can you do يعني ماذا تستطيع ان تفعل؟ تاني what can you do معناها ماذا تستطيع ان تفعل؟ طب قال لي لما اجي اجاوب على السؤال ده ببدل اهو يو بتتحول لاي، واقول اي كان واجيب اي حاجه انا بقدر اعملها. فأقول مثلا I can play tennis I can play tennis يعني أنا أستطيع أن ألعب التنس. تاني I can play tennis يعني أنا أستطيع أن ألعب التنس. والعكس بالعكس، يعني لو في إجابة ما فيهاش yes or no وأنا بعمل سؤال
ببدأ بأداة الاستفهام وبعد كده بجيب كان وبعد كده الفاعل وبعد كده المصدر. فور اكزامبل على سبيل المثال لو جيت قلت لك رانا كان سويم يعني رانا تستطيع ان تسبح. لو انا هنا بقول لك اعمل لي سؤال بواط فانت اكيد هتسال بواط اللي هي اداه الاستفهام وبعدين اكيد هجيب الفعل المساعد بتاعي اللي هو كان فهقول وات كان وبعدين الفعل بتاعي اللي هو رانا فهقول وات كان رانا والفعل بتاعي اللي انا بسال عنه هيبقى دو. سو وات كان رانا دو يعني ماذا تستطيع ان تفعل رانا واقول شي كان سويم يعني هي تستطيع ان تسبح. يبقى هنا حبايبي لازم اخلي بالي من حاجه مهمه جدا. اول طريقه للتعبير عن الاستطاعه هي كلمه كان. كان معناها يستطيع، النفي بتاعها كانت معناها لا يستطيع. كان وكانت بيجي وراهم مصدر الفعل ما بيجيش وراهم حاجه غير كده. في السؤال كان معناها هل يستطيع وطبعا هي اللي بتيجي ورا اداه الاستفهام. نتنقل بقى على الجزء اللي بعد كده وهو الطريقه الثانيه للتعبير عن الاستطاعه. الطريقه الثانيه للتعبير عن الاستطاعه بيستخدم لي فيها the word able. طيب ولما اجي اقول لك يا ترى ايه الفرق بين كان وبين كلمه able هتقول لي اه كان دي it's a verb it's a modal verb فعل يعني اما able دي نوع ايه في الكلام هتقول لي it's an adjective يعني ايه adjective يا مستر هتقول لي يعني صفه تاني adjective معناها صفه. طيب يا ترى لما اشيل فعل واحط صفه قال لي يبقى اكيد هيجي فعل يحل محله. ايه الفعل اللي بيحل محل كان في المضارع هنا؟ اكيد هيبقى ام از اور اللي احنا متعودين ان هي بتيجي قبل الصفه، بس لازم اخلي بالي ان ايبل از فولد باي 2 بلس انفينيتيف، يعني لازم يجي وراها حبايبي 2 زائد المصدر. يبقى اذا عشان اشيل كان اللي هو الفعل الواحد بس هجيب مكانه ثلاث كلمات ام از اور بلس ايبل بلس 2. سو ام از اور ايبل 2 بلس الانفينيتيف. وهنا بقى لازم اخلي بالي ان كان بيجي وراها مصدر بس ما ينفعش يجي وراها تو. كان ما يجيش قبلها ام اور از اور ار. عشان كده في الاختيارات احبابي لما يجي يقول لي هي كان اور از ايبل تو درايف ا كار يعني هو يستطيع ان هو يركب الدراجه او عنده القدره ان هو يركب الدراجه. قول اختار. هقول لك لازم نركز هنا كويس ان هو ساب لي تو بره. طيب يا ترى كان بيجي ورا 2 هتقول لي لا كان ما يجيش ورا 2 فبالتالي ما ينفعش اجيب كان ولازم اخد از ايبل. ليه؟ هتقول لي لان في 2 خلاص وبالتالي التركيبه كلها على بعضها اسمها از ايبل 2 تاني از ايبل 2. طيب تعالى بقى لما يجيب لي الاختياري بنفس المنظر ده يقول لي هي از كان اور ايبل 2 درايف ا كار. اقول له هنا مين يا حبايبي؟ از جميل. طيب يا ترى كان ممكن يجي قبلها فيرب تو بي يعني اما اوز ار؟ هتقول لي لا طبعا. فبالتالي راحت كان وبقى لي يا حبايبي ايبل تو. طب اقدر يا مستر بقى مفيش از؟ هقول لك اه. هنا بقى لازم اختار كان. ليه؟ لان برضو ايبل تو ما تنفعش من غير فيرب تو بي قبلها. يعني ما تنفعش من غير ام اوز ار في المضارع واوز وير فين في الماضي. فبالتالي هقول هنا is able to مفيش از يبقى اقول he can drive a car. يبقى اذا الطريقه الثانيه للتعبير عن الاستطاعه هي am is and are able to. التركيبه كلها على بعضها اوعى تنسى. طيب قال لي لما اجي ام فيها قال لي لما اجي ام فيها اكيد هتبقى am is are هيجي وراها نقط لان هو ده الهيلبنج فيرب بتاعي اللي انا بحط وراها نقط لما اجي ام فيه. فلو قال لي I am able to play فوتبول يعني انا قادر ان انا العب كره القدم. وجيت قلت لك حبيبي تعالى انفي لي الجمله دي هتقول لي يا والله شفت ام يبقى اذا هقول I'm not able to play football. يبقى اذا الموضوع بسيط جدا. قال لي لما جم في ام از ار ايبل تو تبقى ام نوت از نوت اور ار نوت ايبل تو بلس الانفينيتيف. طيب قال لي ده بالنسبه للجمله المثبته والمنفيه. طيب في السؤال اكيد في السؤال يا مستر هلاقي الفعل المساعد بتاعي هو ام اور از اور ار بمعنى ان انا لو شفت ام از اور في اول السؤال هجيب وراها السبجكت يعني الفاعل وبعد كده هجيب ايبل تو اللي قادر على وبعد كده الانفينيتيف يعني الفعل بتاعي اللي في المصدر. فور اكزامبل على سبيل المثال لما يجي يقول لي is Yara able to ride a horse
يعني هل يارا بتقدر تركب حصان؟ والله لو يارا بتقدر تركب حصان هقول yes she is. لو ما بتقدرش اكيد هقول no she isn't. لا والله ده هي ما بتقدرش. يبقى خلي بالك ان is معاها able to عشان في الاختيارات هيقول لي بالمنظر ده are you واللي can are able to drive a car. يعني هل انت بتقدر تقود سياره؟ والله لو انا اقدر اقود سياره هحاول يس. طب لو انا ما اقدرش هحاول نو. بس الفكره هنا يا ترى هختار can or able to؟ هتقول لي اه طالما جه verb to be قبلها قال لي اكيد هختار able to لان can لو عايز يسال كان سال بيها هي بمعنى هل. فبالتالي هقول are you able to drive a car؟ يعني هل انت تستطيع ان تقود السياره؟ طب يا مستر لما يبدا السؤال باداه استفهام قال لي نفس الفكره. هتبدا بالكويستشن وورد اللي هي اداه الاستفهام بتاعتي اكيد هيجي وراها ام اور از اور ار وبعد كده هيجي السبجكت اللي هو الفعل بتاعي وبعد كده ايبل تو وبعد كده الانفينيت يعني الفعل اللي فين في المصدر. فور اكزامبل على سبيل المثال لما اجي اقول لك وات از سلمى ايبل تو دو يعني ماذا تقدر سلمى ان تفعل؟ فانت هتقول لي مثلا هي بتقدر تعوم فاذا هقول شي از ايبل تو سويم يعني هي بتقدر تعوم. يبقى تاني يا حبايبي لما اسال بدات استفهام هلاقي وراها ام اور از اور ولما اشوف ام او از او ار ما ينفعش هنا اجيب كان ابدا. ليه؟ لازم اجيب able to اللي بيجي وراها فعل في المصدر. تاني able to اللي بيجي وراها فعل فين يا حبايبي؟ في المصدر. طب يا مستر ممكن اقول can able to؟ هقول لك لا طبعا يا can يا able to. تاني يا can يا able to. طيب يبقى she is able to swim يعني هي قادره على ان تسبح. طيب تعالى بقى على الجزء الثالث معانا النهارده او الطريقه الثالثه معانا النهارده للتعبير عن القدره وهي the word know. know يا حبايبي معناها يعرف. طيب now دي للتعبير عن القدرة بيبص تلاقيه جايب لي معاها how to. تاني know how to. know how to يعني يعرف كيف يفعل. تاني know how to يعني يعرف كيف يفعل. بس خلي بالك know دي في المضارع قال لي ما بتبقاش know بس لان عارفين ان المضارع البسيط بيبقى ليه to for شكلين اتنين يا اما الverb in the infinitive case او في التصريف الاول او الفعل الثاني لما يكون باضافة s or es. فبالتالي انا ممكن هنا يا اما الاقي نو يا اما الاقي نوز. طيب هجيب نو او نوز بناء على ايه؟ قلت بناء دايما على الفعل. لو الفعل بتاعي اي وي ذي يو شكل ما احنا عارفين والجمع بجيب على طول نو الفعل اللي في المصدر. اما لو هي او شي او ات بجيب على طول نوز اللي هو الفعل اللي فيه اس او اي اس. طيب فور اكزامبل على سبيل المثال لما هيجي يقول لي احمد حاجه اسالك نو اور نوز هتقول لي لا يا مستر نوز. لان احمد ماله؟ ها؟ مفرد. فتقول لي احمد knows how to drive a car. احمد knows how to drive a car يعني احمد يعرف كيف يقود السياره. ثاني احمد knows how to drive a car. يبقى لاحظ انا ما قلتش to driving يبقى to هنا بيجي وراها انفلت يعني فعل في المصدر. فيجي يقول لي في الاختيارات كده ساره knows how to within the restaurant use or uses a commuter. هتقول اه يا مصر طالما هنا اداني how to هجيب وراها مصدر الفعل فهقول Sarah knows how to use a computer. تاني Sarah knows how to use a computer. يبقى اذا هنا know how to or knows how to بيجي وراها الانفينيتيف يعني الفعل اللي في المصدر بدون اي اضافات. طيب تعالى يا حبايبي نشوف ازاي بختار بينها وازاي بفرق بينها وبين able to وبين can في الاختيارات. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي they وthey معناها هما. طيب ويبدا يقول لي كده يا ترى can ولا know how ولا is able to drive cars.
يعني هما بيعرفوا ازاي يقودوا سيارات. طب وجيت قلت لك حبيبي تعالى يلا نختار، هتقول لي يا مستر انا في هنا مين؟ تو. اه جميل. طب طالما في تو هتقول لي يبقى ما ينفعش كان ابدا، لان كان ما ينفعش يجي وراها تو بلس الانفينيتيف، يعني تو زائد المصدر. امال كان؟ قال لي لا، كان بيجي وراها المصدر مباشره. طيب يا ترى هاخد نو هاو، هي دي بيجي وراها تو از ايبل، هيجي وراها تو. طب الاثنين بيجي وراهم تو يا مستر، هتقول لي اه. بس هنا ازاي؟ لازم يكون في اجريمنت بينها وبين الفعل بتاعي. طيب يا ترى ازاي بتاخد اس؟ هتقول لي لا يا مستر، ازاي بتاخد ار؟ خلاص يبقى ديت ما تنفعش. طب ازاي بتاخد نو اور نوز؟ هتقول لي لا بتاخد نو، فبالتالي هقول نو. سو ذي نو هاو تو درايف ا كار، تاني ذي نو هاو تو درايف ا كار، يعني هم بيعرفوا ازاي يقودوا سياره. تاني يبقى انا بفرع ما بينها ازاي؟ قال لي هيجيب لي يا اما از ايبل تو غلط، يا اما هيجيب لي ايبل من غير ام واز وار وبالتالي برضه تبقى غلط، يا اما هيجيب لي كان اللي اصلا ما بيجيش وراها تو بالمنظر ده. طيب تعالى بقى نشوف ازاي بننفي كلمه نو هاو تو. نو هاو تو اللي هي اعرف كيف، واللي هي تيجي نو يا تيجي نوز، وان المضارع البسيط النفي بتاعه بدون اور دازنت. يبقى اذا النفي بتاع نو هاو تو هتبقى دون اور doesn't know. خلي بالك لان لما اجيب don't or doesn't لازم يجي وراها مصدر الفعل، فبالتالي هقول don't or doesn't know how to، خلاص واجيب وراها الانفينيتيف يعني الفعل اللي في النص. تاني don't or doesn't know how to، لا يعرف كيف. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي انفيدي الجمله اللي فوق دي اللي هي Sarah knows how to use a computer، وقلت لك انفيها لي هتبدا لي بساره. جميل. طب ساره دي مفرد. جميل. طب الفعل كان فيه اس يبقى لازم انفي مين يا حبايبي؟ بدازن، فاقول ساره دازن. تاني ساره دازن. طيب دازن هجيب وراها هتقول لي نو، سو ساره دازن نو هاو تو يوز ا كمبيوتر، يعني ساره لا تعرف كيف تستخدم الكمبيوتر. تاني ساره doesn't know how to use a computer، يعني ما بتعرفش ازاي تستخدم الكمبيوتر. طيب يا مستر تعالى ننفي الجملة دي، they know how to drive cars، هما بيعرفوا ازاي يقودوا سيارات. وقلت لك يلا انفي الجملة دي، هتقول لي يا مستر انا هبدأ بزي عادي خالص. طب زي في النفي تاخد مين يا حبايبي؟ هتقول لي تاخد ها don't، فتقول لي ازاي don't؟ طب زي don't ايه؟ هتقول لي زي don't know. جميل. طيب واجيب how to، so they don't know how to drive cars، يعني هما ما يعرفوش ازاي يقودوا سيارات. تاني they don't know how to drive cars، يعني هما ما يعرفوش ازاي يقودوا سيارات. يبقى خلي بالك حبيبي ان النفي قبل know هو don't or doesn't مش isn't او aren't، عشان كده في النفي يجي يقول لي كده. خلي بالك من الكلام، يجي يقول لي احمد isn't، واديني في الاختيارات can know how or able to play tennis. اه خلي بالك من الكلام ده مهم جدا. هتقول لي احمد اذن كان ولا know how to ولا able to play tennis. هقول لك بقى تعالى نمشي واحده واحده. اولا في هنا مين يا حبايبي؟ اذن. جميل. طب اذن ما يجيش وراها كان، ما ينفعش. طب النفي بتاع know how، هتقول لي النفي بتاع know how don't و doesn't. طب جايب لي isn't، خلاص ما تنفعش. ثانيا ان know how لازم يجي وراها to، فبالتالي لازم اقول ها isn't able to. ثاني isn't able to يعني ما يقدرش. طب يا مستر لو كان جايب لي هنا doesn't، اه اكيد هيجيب لي هنا في الاختيارات to، فهقول احمد doesn't know how to، يعني احمد لا يعرف كيف. طب يا مستر بقى لو مش جايب لي اي حاجه، يعني لو بيقول لي احمد وما فيش هنا حاجه، خلاص وقول لي بلاي تنس، هقول له لا يا باشا. يبقى هنا هقول ايه؟ ها كان بلاي تنس. ليه؟ عشان اجيب نو هاو، هتقول لي ما تنفعش. ايبل ما ينفعش من غير اس وار، كنت قلت كان على طول، يبقى لازم اخلي بالي كان ما يجيش قبلها فعل مساعد. طيب ايبل تو هيجي قبلها از او ار. طيب نو هيجي قبلها في النفي دون او دازن. قال لي كذلك في السؤال، قال لي في السؤال هلاقي اللي بيجي الفعل المساعد بتاعي do or does، وبعدين بيجيب لي subject يعني الفعل بتاعي، وبعد subject بيجيب لي know how to، وبعد كده بيجيب لي يعني الفعل اللي فينا حبايبي الفعل اللي في المصدر. For example على سبيل المثال لما اجي اقول لك do you know
how to turn the TV on. Do you know يعني هل تعرف كيف تشغل التلفزيون؟ تاني do you know how to turn the TV on or turn on the TV؟ يعني ازاي تشغل التلفزيون؟ والله لو انا بعرف هقولها yes I do. طب لو انا ما بعرفش ها هقول no I don't. تاني no I don't يعني لا انا لا اعرف. تاني لا انا لا اعرف. انا برضو في سؤال انا بفرق بينهم من خلال الفعل المساعد في الاختيارات. يعني لما يجي يقول لي كده does هلا ويديني في الاختيارات can or know how to or able to ride a bike. That's why only if he does hella can or know how to or able to ride a bike. only اختار حلو اخلي بالي من الكلام. انا هنا سال بمين يا حبايبي؟ سال بداز. طب يا ترى داز ينفع يجي معاها able to؟ هتقول لي لا مستر لان able to بيجي معاها is or are. طب داز يا ترى ينفع يجي معاها can؟ هتقول لي لا مستر لان can لو هي اللي بيسال بيها خلاص بيحطها في اول السؤال. طيب فبالتالي لازم اختار know how to. يبقى does هلا know how to. طب لو كان جايب لي هنا مستر از يعني لو بقول لي از هلا هقول له لو بقول لي از هلا يبقى لازم اقول له از هلا able to. تاني از هلا able to لان الفعل المساعد اللي بيجي مع able to هو am or is or are. يبقى اذا يا حبايبي انا بفرق ما بينهم على حسب الفعل المساعد. قال لي طب لو جايب لي اجابه وعايز سؤال قال لي بسال عنها بدو او داز طالما في know how. يعني for example على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك yes she knows how to play ping pong. يعني نعم هي بتعرف ازاي تلعب بينج بونج. تاني نعم هي بتعرف ازاي تلعب بينج بونج. قلت لك اعمل لي سؤال هتقول لي طالما الاجابه بيس اور نو ببدا بالهيلبينج فيرب الفعل المساعد بتاعي. طيب نوز يا مستر فاي هتقول لي فايس يبقى على طول هبدا مين يا حبايبي؟ بداز. وبعدين فعل بتاعي شي. طب لازم ارجع نقول اصلها يبقى داز شي ها نو واكمل عادي جدا يبقى داز شي نو هاو تو بلاي بينج بونج. تاني داز شي نو هاو تو بلاي بينج بونج يعني هل هي تعرف كيف تلعب بينج بونج. تاني داز شي نو هاو تو بلاي بينج بونج. وبكده يبقى انا قدرت افرق بين الطرق المختلفة للتعبير عن الاستطاعة. في المضارع خلي بالك لان هي بتعبر عن استطاعة في المضارع بس. انا عندي كان اللي معناها استطيع وبيجي وراها فعل في المصدر النفي بتاعها كانت وهي برضو اللي بعمل بيها سؤال. وعندي طبعا is or are or am able to لازم التركيبة كلها على بعضها اللي بيجي وراها مصدر. وعندي كمان know or knows how to يعني يعرف كيف. عرفنا ازاي بفرق ما بينهم في الجمل المثبتة المنفية وكمان في السؤال بالطريقتين. يا رب تكون استوعبت معانا الدرس النهارده. Thank you very much for watching. But don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو عجبتك الحلقه انزل بسرعه اعمل لنا لايك وشير لكل زمانك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.